أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق العشرين من يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص وذلك بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 كما قرر رئيس مجلس الوزراء ان يكون يوم الاحد الموافق الثالث والعشرين من يوليو اجازه رسميه مدفوعه الاجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكوميه والهيئات العامه ووحدات الاداره المحليه وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبه عيد ثوره الثالث والعشرين من يوليو